يعني اقتراح السيد نجيب شابري إجابة الخلاص الوطني لقاضي سامي يتولى فترة انتقالية تدوم تقريبا 6 أشهر، هل تعتبر ذلك خروجا عن الشرعية الدستورية التي تنادين بها وتتمسكين بها؟ أفضل اعتبار ذلك مزحة، لأنه قاضي. شوف، احنا رانا تعبنا شوية من أستاذ قانون دستوري، ومعنيش حتى رغبة باش نجربه. أستاذ مساعد، معنيش حتى رغبة باش نجربه، لا قاضي لا محامي لا عدل منفذ لا عدل إشهاد لا خبير محاسب، لا شكرا، لا أي شخص سيوجد للإشراف على المرحلة الانتقالية يجب أن يكون ذلك في إطار ربط الصلة مع الشرعية ووصل خيط الشرعية. وصل خيط الشرعية هذايا كما قال جلسة 30 مارس راهو باش يكون البرلمان على ذمة الحوار، العودة إلى دستور 2014، ما ثماش في دستور 2014 تنصيص على قاضي يشرف على المرحلة الانتقالية، باش نرجعوا في إطار الحوار إلى ما يمكن أقصى ما يمكن من الشرعية، ولا يمكن فرض أسماء قبل فرض طريقة وصل الخيط الشرعي اللي هي باش تفرض بالحوار. إذا الأرضية التي تقترحها سيادتك هي الوقوف على شرعية دستور 2014 كأساس لأي حل وأظن أن جبهة الخلاص أيضا تقترح نفس الشيء رغم اقتراحها لحل من خارج الدستور. أنا ما سمعته مؤخرا في الإعلام من الشخصيات اللي تمثل جبهة الخلاص كما السيدة سميرة الشويشي كما سيف مخلوف قبل ويتوقف، الناس كل قالت احنا مع. خليني أحكي لك على تصريح رئيس جبهة الخلاص الوطني السيد كان تصريحا سابقا وتلاه على ما أظن، لأنه ما نصورش أنه ثم اختلاف وجهة نظر كبير للدرجة هذه في جبهة الخلاص. ثم تصريحات من عدة قيادات لجبهة الخلاص تحكي على الأساس هو دستور 2014 والباقي كله يناقش، أنا سأكتفي بهذا الأساس دستور 2014 وتنقشوا في الباقي في إطار النقاش، رانا ديما نرجع لدستور 2014. وأي حوار ينجم يضم الرئيس قيس سعيد بالطبيعة؟ لا، لأنه لا يعترف بدستور 2014. كان سي قيس سعيد يقول لنا راني انا منقلب وراه دستور 2014 ينجم معناتها يتحاكم ويتفضل معنا في الحوار.